قرات به عين العبيد قارئات بقرب له كل الخالقات يعشق الله حقيقة. هذا أقل ما يمكن الإنسان يعني يعطيه في هذا يعني في هذا الوقت إن شاء الله في رمضان وفي هذه الجائحة، وهو يعني التبرع بالدم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمنين كالبنيان المرصوص يشد بعضه على بعض، وتيقول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وحنا وطأت الجمعية ديالنا جمعية الشؤون الاجتماعية والثقافية لمادي خير البرية، باش هي والأعضاء ديالها والمنخرطين ديالها باش تشارك بهاد البادرة الطيبة. وتشكروا وحنا يعني تندعيو جميع الناس، جميع الاحباب وجميع غير المادحين وغير المنشدين الشعب المغربي جميعا، باش يلتحق بهذه الاماكن ديال التبرع بالدم، لانه ما احوجنا الى هذه المبادره. بوشا الزراد ابن مدينه فاس صاحب شركه زير بوترونس، هذا واجب وطني وانساني، خص على كل واحد يعني عنده الامكانيات باش يساهم فيه الا ما يترددش، لان اجره عند ربي كبير بزاف وكثير بزاف. وكما كتعلموا ان نقطه ان الدم الانسان كتنقد به دم انسان واحد اخر. من رمضان اللي فات يعني من الجائحه اللي فاتت، نظرا للظروف هذا الحجر الصحي اللي كان الانسان ما كيمكنلوش يخرج من بعد الثامنه مساء، وكذلك التبرع بالدم ما كيمكنش يكون بالنهار يعني الا من بعد الافطار ديال الصائم، خدينا ديك البادره السنه اللي فاتت والحمد لله يعني عطات واحد ايجابيه في مدينه فاس كبيره، والحمد لله يعني كما واكبتوا من الاول يعني كاين بكثافه الناس المتبرعين، شكرا جزيلا له، وخاصة الأحياء الشعبية ديال مدينة فاس اللي كنشكروها بزاف. هاد السيارات كما كنقول لكم دائما أنا ما كنحسبهمش ديالي، هادشي سيدي ربي عطاه ما جبناش معنا ولا يعني ربي سخر لنا فيه وعطانا ربي منه، داك الشيء علاش كنحسبوها ديال هاد السكينة ديال الناس اللي محتاجة ليها كاملين، يعني ما كنحسبهمش ديالي. والحمد لله يعني جميع الأعمال الخيرة كما كانت راه محطوطين بالمجان، حتى أنا ما كانش عندي، مش نقول كان عندي، حتى أنا ولد الشعب، حتى حنا دوزنا تمارة دوزنا التكرفيس، اللهم لك الحمد، وصلنا لواحد النتيجة كنقولوا نشاركوها مع خوتنا. علاش اللي ما يحس بالضعيف الا الضعيف بحاله ولا اللي داز بداك المراحل؟ كما كنقول دائما الانسان ماشي خصو شنو غادي يخلي موراه، الانسان شنو غادي يدي معاه، لقاش ما عندهم حتى واحد ما يدوم له الحياه، تداوم لله تعالى. نحن كجمعيه الشؤون الاجتماعيه والثقافيه لمادح خير البريه، هذه الجمعيه الفتيه التي تاسست منذ اشهر وقامت بهذه البادره هذه تعبيرا منها وتضامن يعني تضامنا منها في هذه الحملة اللي بغينا نخرطوا فيها، هي حملة التبرع بالدم. فرغم الظرفية اللي كيعيشوها هاد المديحين، ورغم أنهم كيعيشوا في واحد الفترة اللي ما تكلم عليهم حد، اللي ما هضر عليهم حد، وحتى هما كيعانيوا كما كيعاني الجميع، لكن حنا جند مجندة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وشفاه الله في هذا اليوم المبارك، نطلب الله الشفاء والعافية. والله في عبد في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هي رسالة من الجمعية ومن المادحين إلى كافة الناس أجمعين، إلى القلوب الرحيمة للتضامن والتكافل مع هؤلاء المرضى، شفاهم الله وعفاهم وجعل الله أهل القلوب الطيبة والخيرة في خدمة الإنسانية وفي خدمة الصالح العام. نشكر جميع المديحين ومحبين ومتبعين الجمعية اللي أبوا إلا أن يشاركوا الجمعية في هذا الحدث ديال التبرع بالدم، وحدث يعني تضامني وتكافلي وحدث يعني وطني. وكنشكروا يعني السي زراد اللي وفرنا يعني ترونسبور ديال باش يتنقلوا هاد الإخوان، كتعرفوا بان البلاد كتدوز في واحد الظروف ديال الطوارئ، ويعني تنقلنا بجميع يعني الاحياء ديال مدينه فاس، يعني من الرصيف حتى
طريق مزدار مرورا طريق صفرو بن سودة يعني جميع الأحياء. ذلكم تربية للنداء الرباني والنداء المولوي والنداء الملكي، نساهم بدورنا كمجتمع مدني في حملة التبرع بالدم، لأنه تربية لنداء الله ونداء رسول الله ونداء أولي الأمر منا، فلهم من الطاعة والامتثال. قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجهود في صحيفة كافة المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدويهم ولأهلهم. وأن الجمعية هو جمعية وطنية اللي كتهتم بالشؤون الاجتماعية والثقافية للمادحين، فكنشكرهم جميعا. فاحنا في إطار هذه المبادرة الطيبة وفي هذا الشهر المبارك الكريم، شهر الخيرات والبركات، إخوان ديننا جميعا لبوا النداء من جميع مناطق مدينة فاس باش يجوا يتبرعوا بهذه النقطة ديال الدم اللي كيحتاجها كل مريض. وتحية للحاج بنيس بصفته رئيس الجمعية الاجتماعية لمديح رسول الله بمدينة فاس، وتحية لجميع الحضور الكريم. ونحن الآن أمام باب المركز الجهوي لتحقن الدم بمدينة فاس، وجميع الإخوة هم واجدين باش أنهم يساهموا في هذا العمل الوطني، وهو عمل ديني قبل ما يكون عمل وطني. سواء أنه عمل وطني أو عمل ديني، فنحن فرحون جدا بهذه المبادرة، ونتمنى من جميع المواطنين أنهم يساهموا في هذه البادرة بحكم أنها بادرة وطنية، ونتمنى من الله عز وجل أنه يجعلها في ميزان الحسنات، وأنها تكون بادرة خير وبادرة فرج في هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.